اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. فقرتنا السبتة اسبوعيا مساء كل خميس، فقرة تامر وحواء. حواء النهاردة حواء مختلفة، وحواء استثنائية، وحواء غير، وحواء بكل الحواوات اللي ممكن تشوفوها. انا شخصيا بحبها جدا، وبتربطني بيها علاقة حب وصداقة واحترام ومحبة وعشرة وود. بس عايز اقول لكم من كام سنة عشان ما كبرهاش، انا مستعد، انا ممكن اقول بس عشان ما كبرهاش، هي مش هقول لكم من كام سنة. واحدة الناس كلها بتحبها، يعني عمري ما شفت حد وجبت له سيرتها قدامه الا وقال لي دي جميلة، دي قمر، دي تجنن، لانها بتحب كل الناس. هي طاقة حب طول الوقت ومصدر بهجة وتفاؤل، تشوفها بس تضحك، تشوفها يجي لك انرجي، جود انرجي كده، بوزيتيف انرجي. واحدة من الوجوه الرائعة اللي طلت على الشاشات، سواء التلفزيون المصري او كل الشاشات الخاصة والحكومية وغير الحكومية، وما خفي كان اعظم. وكمان دلوقتي بتمتعنا بصوتها عبر الإذاعة في برنامج محدش يعرف يعمله غيرها. كان في مسلسل زمان اسمه مين اللي ما يحبش فاطمة، انا بقول لكم مين اللي ما يحبش ضيفتي. هي ملكة التلقائية والطبيعية والنقاء والعزوبية وحاجات حلوة كتير، اسمها إنجي علي. تامر، ده كلام كتير قوي ليا بجد، انا اتكسفت واحرجت، مش عارفه اشكرك ازاي بجد. انت عارفه ان انا جوايا ليكي كلام اكتر من كده 10 مرات. وانا كمان، وانت عارف زي ما انت قلت، مش مهم بقى نكبرنا ولا ما نكبرناش، احنا 10 سنين وخلاص. سنين يعني احنا 10 سنين كتير جدا. واكتر حاجه انا بتبسط بيها قوي لما بشوف تامر امين، بيفكرني باولاد ماسبيرو، الناس المحترمه، الناس الاعلاميين المهمين. يعني يمكن كل ما بقابل اي اعلامي مهم وليه مكانه كبيره في اي قناه خاصه، يبقى على طول ده ابن التلفزيون صحيح. المصري وابن ماسبيرو. تاريخك كبير وديت كتير يا تامر، وانا النهارده اللقاء ده على فكره انا متاخره قوي عليك، كنت المفروض اكون معاك من الاول ومن زمان. صح. جدا بجد انت عندك تاخير طويل، بس انا قلت لهم مش هينفع إنجي علي ما تبقاش قاعد على الكرسي ده، لان ده اساسا كرسيها. ربنا يخليك، ده كلام كبير قوي عليا، انت عارف ان انا كمان بحبك قوي. أنا عارف. وانا النهارده انا معاك وتامر امين وإنجي من حواء وحواء. انت منوراني ومشرفاني، وعلى المستوى الشخصي طبعا وحشاني جدا جدا. وانت كمان، ما كناش عايزين نطلع على الهواء، كنا عايزين نقعد نتكلم ندردش جوه طبعا اكتر. ووحشه المشاهدين جدا على مستوى الصوره، انت معاهم دلوقتي على مستوى الصوت وبتعملي برنامج حلو، انا من متابعين البرنامج بجد اسبوعيا، بتعملي حاله حلوه قوي مع النجوم، وحاله فضفضه، وحاله اسرار، وحاله كواليس، وحاله صحوبيه، بعجباني جدا جدا جدا. انا بحب الاذاعه يا تامر جدا، يعني الاذاعه هي الاساس. واما جم عرضوا عليا فكره البرنامج ده، مؤخرا الراديو بقى فيه رغي كتير وكلام كتير، فكنت حابه اني اعمل حاجه مختلفه، ان انا اقابل النجوم اللي عندهم ماده يقدروا يتكلموا فيها. تمام. الناس اللي بيوحشونا على الشاشه، وطبعا ده مجهود غير طبيعي انك تقنعهم وييجوا ويطلعوا على الراديو وكده، بس الحمد لله من خلالك هنا، من خلال قناه النهار، انا بشكرهم كلهم اللي جم نورونا، لان من غيرهم ما كانش هيبقى فيه طبعا. وعايز اقول لكم معلومه وسر كمان، انه كل ده بجهود ذاتيه من إنجي. الراديو ما فيهوش فلوس. انا بقول لكم ما فيهوش فلوس، ويوم الخميس وزحمه وما فيش فلوس، كل حاجه وحشه. فالناس اللي بتيجي للبرنامج عند إنجي بتيجي محبه في إنجي فقط، لا بادجت ولا فلوس ولا حتى يوم اجازه فالشوارع فاضيه، لا بيطلع عينيهم بس عشان خاطر إنجي والصداقه اللي بينهم. هو اعتقد يا تامر الاحترام طبعا، يعني انت لما بتحترم ضيوفك هم بيحترموك. يعني احنا في الفترة الاخيرة الاحترام اصبح عملة نادرة للأسف الشديد، وكل حد قادر ان هو يقول لفظ خارج او يشتم او يقول، بقت هي دي اسهل طريقة. صح. ويمكن بنتكلم كده من شوية ان اسهل طريقة ان الواحد يقعد يلبخ. فالنهاردة انك تشوف احترام، هم جايين هيحترموك وانت هتحترمهم، ف طبيعي. صح. الناس لازم تيجي، يعني احلى حاجه في الدنيا الناس تحترم بعضها. صح. بجد والله. وفي ميزه تانية لازم اعترف بيها كمان، انا ازعم يعني انا متابع معظم الحلقات اللي انت عملتيها، لانه مش عارف ليه ببقى في الوقت ده في العربيه في الشارع، فبجيب المؤشر. طب ده حلو قوي، انا هبعت لك المره اللي هيا تامر سامعني ولا لا. والمره الجايه هخش اعمل مداخله كمان. بليز بليز هعمل كده. حاجه حلوه جدا عجباني من المتابعه بتاعتي على الاسبوعيه، انه النجوم عندك النجوم اللي بجد. يعني مش مجرد انت بتدوري على اللي يوافق يجيلك وخلاص، لا، انت عندك النجم اللي عمل حاجه فعلا، سواء في الغنى او في التمثيل او في المسرح او 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 او، وعنده قيمه. مش اشباه النجوم اللي بيتقال عليهم نجوم دلوقتي، مش بتجري ورا السبق والاعلانات وبتاع، لا، انت بتقولي لهم انا مستضيفه نجم، يبقى نجم بجد.
يبقى حاجه تستحق ان انتوا تسمعوا لها وتسمعوا لتاريخها. صح. فدي حاجه عجباني كمان ان انت ما بترمرميش في النجوم. عندك حق جدا، ما برمرمش وتحتيها 10 خطوط، عندك حق جدا. صح. وده متعب جدا، وبس انا حباه، انا حباني بحب جدا ان انا اقعد اسمعهم هم بيتكلموا، عندهم كتير قوي ان هم يقولوه. بحترمهم قوي، بحترم المسيره بتاعتهم لو كانت طويله او قصيره. فعندك حق جدا جدا في اللي انت بتقوله ده. طيب قولي لي، انا لسه طبعا ما دخلناش في تامر وحواء، بس ده بدردشه بقى، احنا بقالنا شويه، بقالنا كتير قوي ما شفناش بعض انا وتامر. الدردشه دي احلى. التايب او الفورمات اللي انت بتعمليه في البرنامج اللي هو اسرار النجوم وكواليس النجوم ده، طيب الصعب والسهل، اللي هو السهل الممتنع، انه في النهايه نجم واخباره معروفه وان كل الناس عايزه تسمع اخباره، وفي نفس الوقت ازاي تطلعي منه حاجه جديده لانه عمل 20 لقاء قبل كده في كل حته، فازاي يطلع حاجه منه جديده ويتكلم بطريقه مختلفه معاكي. بس انا عايز اسالك عن اللاين، عن الخط اللي ما بين اسرار النجم اللي معاكي اللي تقعدي تفتشي وتنخولي لحد ما تطلعيها، والمساحه البرايفت التي يجب ان تحترميها في النجم. دي انا اللي بحطها لنفسي. انت؟ انا اللي بحطها لنفسي. يعني انا عمري في حياتي، يعني اعتقد ان على مدار الفتره اللي قدمت فيها 20 سنه دلوقتي او 19 سنه، كتير قوي يا تامر. انا ما رضيتش اقول انت اللي قلتي. انا اللي قلت. يعني على فكره انا السن خلاص، يعني ما فيش حد بيتولد صغير، كلنا بنكبر، وحلو قوي ان احنا نكون. صح. بنكبر وبنعمل حاجات مستمرين. لا وريت الناس كلها تكبر وتفضل امرايا زي كده. انت عشان بتحبني. لا 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 ربنا والله يخليك. ده بجد. يعني انا النهارده عايزه اقول لك انا دي انا اللي بحطها لنفسي. ما اعتقدش ان انا على مدار الحلقات اللي قدمتها كلها، لو كان في الراديو او على التلفزيون، ان انا عديت الخط الاحمر. يعني انا ما اعتقدش انها حصلت لي خالص. مفيش حلقه كده خرجتي منها قلت يا انا عملت انفرادات حلوه بس انا قرصت قوي على ضيفي او ضيفتي؟ هتضايق قوي من نفسي لو كنت عملت كده، لان في النهايه هو بني ادم. وبعدين انا مقتنعه جدا. طب ما حدش عاتبك وهو خارج وقال لك انت ليه سالتيني في الحته دي ما كنتش عايزه اجاوب؟ لا فعلا؟ عارف ليه؟ هقول لك ليه. ان انت النهارده من حقك يا تامر تسال اي حاجه انت عايزها. تمام. بس الطريقه، يعني انا ممكن اقول لك النهارده اي حاجه. صح. بس الاسلوب. برافو عليك. اوكي. فده. صح. ده مهم جدا، وده الاعلام اللي انا بحبه، وده الاعلام اللي انا بتفرج عليه. مزبوط. انا النهارده للاسف الشديد بقيت اتفرج. ممكن تنتقديني بس بادب واحترام، ما ازعلش. وهتحترمني وهتحبني اكتر. صح. وهتقول لي شكرا. مزبوط. يعني انت ممكن تقول لي انجي على فكره انت هنا اتكلمتي كتير، انت هنا قطعتي، انت هنا سالتي سؤال بطريقه غلط، ما عنديش مشكله. انت بتقولي كده عشان بتحبني. صح. عشان باقي عليا. لكن انت النهارده وانا مش فارقه معاك، ولا مش هتقول لي اتنين الطريقه اللي انت بتقول لي بيها. مزبوط. فانا الاسلوب ده بالنسبه لي اهم حاجه، ازاي بنتكلم مع بعض، ازاي بنتعامل مع بعض. وحتى ده برده في حواء، يعني حتى الراجل والست لو مزبوط. دخلنا في الموضوع بتاعنا لازم يكون في طريقه. يعني ما اعرفش، انا ده بالنسبه لي. فانا اللي دايما بصراحه بحط الليميتس، واني في الاخر الضيف اللي موجود ده بني ادم زيه بالظبط، واكيد عنده اخطائه، واكيد عنده الابس اند داونز بتاعته. فما احبش ان انا بقى النهارده عشان انت قدامي فانا اقرص عليك بقى جامد قوي ولغايه ما اخليك تعيط والحاجات دي. لا، انا مور، يعني مور اوف حوار انساني. عايزه اوري الناس جوانب اخرى من الضيف اللي بيكون موجود تهمهم ويحبوا ان هم يشوفوه. وبس، وبنختلف مع بعض وبنضحك مع بعض وبنعيط مع بعض، بس باحترام. باحترام. ده كلام محترم. بذكر الاحترام، تعالي كده اخدك شويه فلاش باك، بما انك بقى فتشتي عمرك الاعلامي وقلت ان انت بقالك 20 سنه مذيعه. ممكن ارجع فيهم حالا دلوقتي. انا بنت امبارح على فكره. انا بنت امبارح بالظبط. بس بيرو بيمثل لك ايه؟ ده المكان، اول المكان ده انا بحبه جدا جدا جدا. انا اشتغلت بره كتير قوي وعمري ما سبته. على مدار المشوار ده كله بره كنت باخد فلوس اكتر، بره كان في امكانيات اكتر. صح. في ماسبيرو ما كنتش من الاوائل اللي انا بياخدوني في كل البرامج او الحاجات دي، بس انا ماسبيرو اما بخشه بشم ريحه الاعلاميين الكبار. زي ما كنا برضو لسه مدام ليلى رستم وسلوى حجازي ومدام سناء منصور ومدام زينب سويدان، كلهم 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 الرجاله والستات. طبعا. فانا بحس ان انا متخرجه من مكان يحترم جدا، ولازم افضل على طول اكنله بالاحترام. صح. ده وهو ده اللي له فضل عليكي كلنا، اللي عمل كلنا. اسم انجي عليه اللي ما بقتش تطلب بره لو ما كانش طبعا يعني اتولدت في المكان ده وكبرت طبعًا. فيه طبعا كلنا يا تامر، كلنا، يعني كلنا اتخرجنا من الجامعه دي، من المؤسسه. صحيح. دي من هذا المكان العريق الثقيل ده. يعني انا النهارده سعيده جدا بالتطور اللي بيحصل في التلفزيون المصري طبعا، ونفسي اشوف الكوادر
اللي كانت موجودة في التلفزيون. يعني أنا نفسي أشوف دول اللي على الشاشة، الممثلين اللي بداياتهم كلها من تلفزيون. صحيح. الإعلاميين أنا ده ما شفتوش لغاية دلوقتي، فنفسي النهاردة المسؤولين واحدة واحدة يعني على الأقل مجرد النية في التطوير ومراحل التطوير اللي بتحصل دي بشرة خير، إنه أخيرا الدولة انتبهت إلى هذا المبنى العملاق اللي لازم يرجع ليه كيانه الكبير. أنا عمري ما سبته، عمري في حياتي ما سبته. يعني وعلاقاتك بالناس معاه لسه متواصلة لغاية دلوقتي. أنا دلوقتي عندي في نايل سينما برنامج بتاعي اسمه كلوز أب، وبنروح وبنغطي المهرجانات. أيوة. والبرنامج ده البرنامج الوحيد اللي في ظل الظروف الصعبة جدا جدا جدا، احنا مش عايز أقولك احنا بنشتغل ازاي، انت اكيد تعرف اكتر مني. متخيل. احنا بكاميرا وبنطلع بره علشان نصور مع النجوم، عشان بس يكون في حاجات على الشاشة. التلفزيون بيمر بفترة صعبة صعبة بقاله كتير قوي قوي. صحيح. وده التلفزيون الوطني، ده تلفزيون مصر. مزبوط. دي مصر يعني، دي مصر يا دي عبلة. مصر يا عبلة، دي مصر يا تامر. صح. والله يعني فالنهارده لازم يتطور، ولازم كل كوادره تشتغل فيه، وكل الناس اللي كانت فيه لازم تكون موجوده فيه، لان ده اللي مخرج كل القنوات الخاصه اللي موجوده دلوقتي. طيب قبل ما نروح للفاصل، عشان بعد الفاصل بقى نرجع نتكلم، متخلينا نتكلم في الحاجات دي اظرف. تامر وحواء شك لا لا شويه نتخانق شويه بقى، عشان تامر وحواء لازم يتخانقوا شويه. بس قبل ما نروح للفاصل عشان اقفل معاكي الملفات العامه كلها، انا عارف ان انت يعني بنت اصول قوي، وعشان كده لازم اخد رايك في كلام صغير جدا ملوش علاقه بالسياسه عن رحيل الرئيس الاسبق مبارك امبارح. اول امبارح انا طبعا بعزي اسره الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وبعزي الشعب المصري كله في رحيل الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. الراجل ده انا بحبه جدا. الراجل ده تتفق او تختلف معاه، في النهايه هو رئيس مصر وحمى مصر من حاجات كتيره جدا جدا جدا. يكفي ان انا كنت بمشي بالليل في الشوارع بعد شغلي بسبب ظروف شغلي، حاسه بامان غير طبيعي. الراجل ده انا شايفه ان ربنا وراله كل حاجه وهو عايش، شاف بعينه كل حاجه وهو عايش، ونهايه عمره خلصت هنا، وبنترحم عليه. وبشكر جدا المؤسسه العسكريه والرئيس السيسي على الجنازه العسكريه اللي عملها بجد، لان خلى شكلنا قد ايه شكل متحضر جداً وكبير، وشكل يليق بجمهوريه مصر العربيه قدام العالم كله. اللي ما بتنساش ولادها وما بتنساش اي حد خالص. وبعدين هو محارب وقائد الضربه الجويه وعمل حاجات كتير جدا. اي رئيس انا من وجهه نظري، ما اعرفش، بحبش اتكلم في السياسه خالص، بس انا لا انت ما بتكلمش سياسه، بتكلمي انسانيات. لا يعني انا بخبرتي القليله يا تامر، اي حد ليه اخطائه وليه الحاجات الكويسه اللي عملها. طبعا. الفتره بتاعت الزعيم عبد الناصر كان ليه محاسنه وكان ليه اخطائه، الرئيس السادات كان ليه محاسنه وكان ليه اخطائه. فتره محمد حسني مبارك عشان كانت طويله شويه، فعشان كده كان فيها اخطائها وكان فيها المحاسن بتاعتها. بس انا في النهايه انا بحب الراجل ده جدا وبترحم عليه جدا، وربنا يرحمه ويصبرنا ويصبر اسرته ويصبر اسرته. اللهم امين. نروح لفاصل ونرجع اوعى تكون هتعمل ايه فيا. لا بالعكس، انا اللي هعمل فيك ايه؟ ده حد انا عايز اربعه يساعدوني على انجي. بس بعد الفاصل. رجعنا الحوة الجميلة انجي علي اللي منوراني ومشرفاني، وانا عارفين عامل زي العيال الصغيرة كده، مبسوط قوي، مش عايز الفقرة تخلص. وانا مبسوطة اكتر، وعايز اسيب الكاميرات واخدها من ايدها كده ونروح نتنطط ونلعب زي زمان كده ما كنا بنلعب فيه. وفاكر رمضان وكنا نفطر مع بعض؟ والله هي الايام دي ما بقتش عاملة كده، تجنن. ده انا وتامر امين زمان كنا على طول لازم الفطار او السحور. مظبوط. لازم نتسحر مع بعض ونقعد نتكلم في الشغل ونقعد نشوف البرامج دي عاملة ازاي وكل حاجة اللي انتوا عايزينه. تعالي نروح بقى لفكره ادم وحواء والصراع الابدي اللي موجود ما بين مش هيخلص يا تامر. لا مش هيخلص، ده هو معمول عشان ما يخلص. وحلاوته في كده يمكن، يعني عارفه لو اتفقوا وعرفنا، انت عرفتي كتالوجي وانا عرفت كتالوجك، يمكن الحياه تبقى ممله وسخيفه قوي. لكن حقيقي. هي طول الوقت انا بحاول افهم حواء دي عامله ازاي وانتوا كذلك. ده بس خليني الاول اقول لك انت بالنسبه لك ادم عامل ايه في الحياه، يعني الراجل في حياه انجي
عامل ايه؟ مصدر سعاده، مصدر قلق، مصدر نكد؟ لا، الراجل مهم جدا في حياتي طبعا. طب دي بدايه كويسه طبعا. لا 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 لا، وبعدين ما تعممش يعني. انا ضد التعميم في اي حاجه في الدنيا، يعني زي ما في رجاله كويسه في رجاله وحشه، زي ما في ستات كويسه في ستات وحشه. فانا انا بكره التعميم عموما. بس خدي بالك، التعميم ده بيبقى سببه ايه؟ طبعا التعميم خطا منطقيا وعلميا خطا، بس بيبقى سببه انه الواحد فينا بيحكم من تجاربه. يعني انا ممكن اكون مثلا عرفت اصدقاء بنات ليا في المدرسه، وبعدين بنات زمايلي في الجامعه، وبعدين اتخطبت مثلا لبنتين وما نفعتش مش عارف ايه، وبعدين اتجوزت. فانا مثلا عرفت في حياتي 20 بنت، لو الغالبيه العظمى منهم وحشين هبقى انا قفلت بالبنات. هبقى تيجي تقولي لي حواء اقول لك يا ساتر يا رب حواء دي وجع دماغ. لو كان معظمهم حلوين اقول لك يا سلام ايه الحلاوه دي. فهي من تجاربنا الشخصيه بنحكم. صح، بنحكم. بس انا من تجاربي الشخصيه ما اقدرش اقول كده قوي، لان اكيد زي ما هم بيبقى فيهم حاجات وحشه، اكيد انا كمان فيها حاجات وحشه برضو يعني. طبيعي. برضو طبيعي. طبيعي. يعني لازم، يعني انا عايزه اقول لك، انا مستغربه نفسي جدا يا تامر. انا في حاجات كتيره قوي يعني، خلينا نتكلم بصراحه. أرجوك. الفترات اللي قبل كده حاجات كتيره قوي كنت بعملها وكنت بحبها، دلوقتي اتشقلب كياني، بقيت حاجات كنت بحبها ما بقتش بحبها، حاجات كنت بعملها ما بقتش اعملها، بقى في حاجات تانية. فاعتقد ده. طب ايه اللي اتغير؟ الظروف، بكبر. مش بكبر بالمعنى اللي هو بس بتكلم بجد بصراحه. انا فتحت بوقي. ايوه بس انا يعني حاسه بجد ان في كل مرحله عمريه طريقه تفكيرك بتختلف. هل نضجت يعني؟ اعتقد يعني اكيد. انت شايف ايه يا استاذ؟ انت شايف ايه يا استاذ؟ يعني لا، اصل هي خدي بالك يعني. طب انت ما حصلكش كده؟ لا، اصل في حاجات طبعا اتغيرت، بس فكره ان انا حاجات كنت بحبها ما بقتش بحبها، وحاجات كنت بعملها ما بقتش بعملها، لا ما اقدرش اقول كده قوي. يعني انا التغير اللي عندي تغير يمكن في احكام على ناس، احكام على ظروف، بحكم ان الواحد لما عقله بيكبر وافقه بيوسع بيشوف الدنيا بزاويه اوسع. بس لا، تغير قوي زي ما انت بتقولي كده، ان انا كانت حياتي حاجه وبقت حاجه. لا مش بقت. او كنت بعمل حاجات وبطلتها كلها. لا لا لا، اللي كنت بحب اعمله ما بقتش احب اعمله. طب اديني مثال، اديني حاجه واحده كده من اللي بطلتيها او كنت بتحبيها. يعني مثلا انا حد بحب صحابي جدا وبحب الخروج جدا وبحب السفر جدا ولفيت العالم كله. بقيت بيتوتيه. بقيت بيتوتيه اكتر، بقيت جدا يا تامر. ما بقول لك يعني أوي. مثلا عارفينه قبل الموبايل، قبل الجهاز. أيوة. موبايل ده جدع اعطر في انجي. ما كانش في غير التليفون الارضي. استحيل تكلمها 24 ساعه ترن ترن بيرن بس. فين انجي؟ في حته. ايوه شمال. طب ترجع البيت امتى يا امي؟ تقول لك لا ما بحبش. انا عايز اقول لك على حاجه، انا كنت مش كده، بس انا كنت بتنطط من حته لحته. من حته لحته. مظبوط. ده تامر بجد. انا دلوقتي ده ما بقاش بي يعني. انا بالنسبه لي دلوقتي اني اقعد اتفرج على حاجه حلوه مع كابل صحابي لطاف جدا بقى، ده بيديني متعه وبيشبعني اكتر بكتير من حاجات تانية. ما كنتش كده، بقيت بحب كده جدا. السفر الكتير ما بقتش برضه، بقيت احب اسافر منه. بقيت اتعب منه، بقيت اللي هو الباك والانباك والحاجات دي. بقيت احب اكتر اسافر حتت جوه مصر، لان انا اكتشفت ان في كم من الاماكن. صح. جوه بلدنا احنا بنجهلها. سيبك بقى من شرم الشيخ والغردقه والاقصر واسوان والحتت، لا ده في اماكن بديعه. مصر دي احلى بلد في العالم والله. صح. العظيم يعني الناس ما تعرفش عنها حاجه، وقطعه من الجنه، جبال وبحيره، حاجات فظيعه. فبقيت بحب اعمل ده اكتر مثلا. اوكي، بقيت طبعا دلوقتي بسبب وجود بنتي بقيت اعمل حاجات استحاله كنت بعملها زمان. بقيت بروح حاجات مثلا ملاهي ديزني. صح. الحاجات دي كلها. صح. وانا ماليش خنت في الحاجات دي كلها، بس بقيت بستمتع جدا وانا مع بنتي في الحاجات دي. ففعلا انت بتختلف. حتى كلميني شويه كده عن الطبيخ. ما بقى اهو ده مثلا. إيه؟ برافو. لا عليك. لا اوعي. طب انا هقول لك على حاجه، زمان كنت بحب اخش المطبخ. دلوقتي ما بستحملش اخش المطبخ. يا سلام. وحياه ربنا. ده انا كنت بقول لكم ان زمان كانت انجي لما نروح لها البيت. ايوه. تقعد مش عارف ايه، واستنى هعمل لكم مش عارف ايه، طب استنى اعمل لكم بقى باستا بالمش عارف ايه، واعمل كذا كذا كذا. فقلت بقى دلوقتي مع بنتها اكيد يعني ما بقتش استحمل. بص، بقيت بكره المطبخ. سبحان الله. سبحان الله. حتى الساندوتش الساندوتش. انت يا بنتي اللي بدلك كده. شفت؟ ايه ده؟ ما بقتش اطيق المطبخ ولا بطيق الطبيخ. يمكن عشان الطبيخ ده برضو فن، فلازم تعمله بمزاج. لما صحابي يجوا لي هخش اعمل لهم اكله حلوه بتاع. صحيح. بس لما تبقى مضطر انك تطبخ كل يوم علشان الولاد من غير نفس. فما بقيت ما بحبوش. بكره الطبيخ يعني. اطلب دليفري ما بقتش استحمل. والله العظيم ما بقتش استحمل دي حاجه من الحاجات. طب انا هسالك سؤال انا عارف اجابته الحقيقه.
انت عارف حاجات كتير. انا عارف اجابته الحقيقه، لكن انا سالتك وحقيقه ردك في فكره علاقتك بالراجل او انت شايفه الراجل واهميه الراجل في حياتك ازاي اسعدتني، لان انت يعني متوازنه. لا انا بحب الراجل، متوازنه نفسيا. وبحب الراجل جدا على فكره. طب كلميني بقى كده عن الجواز. الجواز على فكره عايز اقول لك الحاجه، الجواز حلو. طب والله حلو، والله العظيم هقول. طب وديني حلو عفراتك قدام الناس هقول اوريكي بقى. والله الجواز مش وحش. اوكي انا فشلت مرتين. لا ماليش دعوه بالفشل. اوكي مرتين. بس انت يعني رايك ايه في فكره الجواز، مشروع الجواز؟ احنا هنا للاسف الشديد، انا دايما بقول ان احلى حاجه في الجواز الولاد، بس ممكن يبقى حلو قوي ما بين الراجل والست. ايوه. لو اتعاملوا معاه بشكل مختلف. احنا هنا بجد بنتعامل مع الجواز بشكل بيخلينا نزهق منه ونزهق من بعض. ايوه. اتعاملوا ازاي بشكل مختلف؟ معرفش. شوفوا لكم صرفة بقى، معرفش. شوفوا لكم صرفة. انا شعرفني. بس بجد بجد الجواز مش حاجة وحشة. يعني الجواز في يعني ان ربنا قال فيه مودة ورحمة، دي حقيقة حلوة قوي ان انت ترجع زي زمان، ترجع تلاقي حد مستنيك من غير شخيط. احنا بقينا دلوقتي عارف مشكلة الجواز ايه النهاردة؟ ان الاتنين متربصين ببعض، عاملين كده على بعض. انت وانت 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 وهو انا مش طايق، انا عندي انا عندي انا عندي. فهو بيهرب لبره وهي بتهرب انها عايزة تبقى موجودة، مش انها تهرب تروح تشوف حد تاني، لا بتهرب عايزة تبقى موجودة، تشتغل اكتر، تبقى مسؤولة اكتر، تبقى ست بمية راجل. وانا شايفه برضو انت هتستغرب ان انا اللي بقول كده، انه خلاص انا الحقيقه عايز اقول لك دلوقتي حالا اقلع الماسك ده، انا مش عارفك. مش عارفني صح؟ شفت 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 شفت. عايز اقول لك على حاجه، مش عارفها بجد يعني من كام سنه كده، جرب بس اغلط اغلط قدام انجي وقول ما تكملش جواز، هتلاقي 13 شبشب مرمين على وشك. لا بس عايز اقول لك على حاجه، ده مش معناه ان انا عايزه اتجوز. هو انا قلت ان انا بتكلم. لا يعني انا عايز اقول لك على حاجه، يعني هو الجواز انا بتكلم للناس المتزوجين. فكره الجواز بالنسبه لك كانت فكره بشعه بالنسبه لك. كنت مش طايقه سيرتها. لما اسالك دلوقتي ايه رايك في الجواز تقولي لي والله مش وحش. لا مش انت، مش انا، هو لغايه دلوقتي انا مش طايقه سيرتها. ليا انا ليا انا يعني، بس للناس ممكن يعني. انا انت قفلتي باب الجواز ده خالص ولا في الفتره الحاليه مقفول خالص؟ مش قادره عليه بصراحه خالص دلوقتي. يعني ممكن بعد كده، ممكن بعد كده بنتي كبرت شويه يعني معتمده على نفسها في حاجات تانية. بس انا دلوقتي عندي اشباع ذاتي. بس ده مش معناه ان انا عايشه من غير حب مثلا، يعني انا في ايه. طبعا. يعني لا. يعني ممكن بتحب بنتك. بحب بنتي. صح. بحب بنتي وبحب بلدي وبحب كده. بس كده كفايه. انا وبنتك وبلدك عايزه ايه؟ عايزه ايه تاني؟ هتنهبي؟ لا بس هي الفكره، لا مش قافلاه يعني، بس مش حابه الجواز بتاع دلوقتي بصراحه. يعني مش حابه قوي الجوازات بتاعت دلوقتي وبتخلص بسرعه. اغلس شويه؟ لا بليز. حاضر. انت معاك، انت انا عارفه انا مش حفلت من ايد. لا بالعكس تامر امين النهارده. والله بالعكس، بس انا بحس بجد ان انت يعني تهميني زي اختي. انا عارف. ففكره انه ربما انت لسه متاثره بالتجارب ولسه مش قابله فكره ان تجربه ثالثه ممكن تبقى قاسمه وتدمر لك حياتك، فبالتالي متخوفه قوي. مقدر ده، بس برضه لازم انت تقدري فكره انه التاجيل مش مفيد، بالعكس ده ممكن يضر. فعلا؟ طبعا، لانه التاجيل هو لو لا قدر الله، لا قدر الله نصيب وحش هيجي في سن بقى هتبقي انت في احوج الاحتياج لرفيق وحد يطبطب وحد يقلس الوحده فيطلع مصيبه، فيبقى الكارثه القويه دي تبقى مصيبه صعبه. فعشان كده بقول لك هي الرك في حسن الاختيار مش في التوقيت. صح. يعني فكرة ان انا قافله، لان انت الحمد لله الحمد لله والله مش بجامل، انت لسه محتفظه بكل انوثتك وجمالك ولسه وشك يخطب خدود. دي شهاده والله العظيم. تخنت دي هي احلى حاجه في انجي من ساعه ما كنا لسه في شورت خدودها دي اللي كنا نقعد نعطس فيها واحنا صغيرين. بس هخس هخس. وهي كانت تيجي بسبيرو بالفيونكات نقول لها يا بنتي انت كبرتي على الفيونكات، تقول لك انا احب كده بالشبشب. والشبشب بالشبشب. ف وانت محافظه على نفسك. لا فرصة انه نحسن بس الاختيار، لانه هتيجي مرحلة من العمر هنبقى محتاجين حد، مش بقى فكرة الخروج والاشباع ومش لا، فكرة بس الونيس. فكرة ان انا حد يقضي معايا الفترة اللي باقية من عمري، خصوصا بعد ما بنتك ربنا يكرمها تكبر وتتجوز. هتحسي الاربع حيطان دول سجن. انا خايفة من اللحظة دي قوي. اوعي بقى وقتها تبتدي تدوري. بس ليه؟ ما انت عندك صحابك. ملو. يعني عايز اقول لك على حاجه، انا في السن ده انا مظبطه، يعني لو عندي صحابي، انا صحابي هم زي اهلي، دول اهلي اللي انا بختارهم، وعلاقاتي ازعم يعني انا صحابي يعني بجد 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 ربنا
مديني صحاب الحمد ما شاء الله يعني ربنا يخليهم لي. مش عايز اغلس فانا والله ما عايز بس انا هقول لك بجد والله يعني انا اي دونت مايند ان انا اسافر معاهم ونيجي ونروح ونعمل حاجات. ليه كل حاجه لازم يكون في راجل يا يعني. حبيبه قلبي وعندي صحاب ولاد ما انا عارف الصحاب على عيني وراسي ومهمين جدا وهم سبب البهجه والدفى وكل جداً. حاجه وبيبقوا معاك على فكره زي ما بيقولوا على الحلو والمره يعني بس في لحظه معينه هتلاقي الصحاب دول كل واحد ملهي في حاجته وهتلاقي نفسك برضو لوحدك. مش عارفه فكري ممكن فيها. بس فيها. انا سايباها على الله جدا والله العظيم يا تامر بس يعني على فكره انا مش عايز اكتر من كده يعني ما تقوليليش انا قافله الباب دلوقتي وليتر اون لا وقت ما يجي الجود تشويس الاختيار الصح اللي تحس ان ده اللي هيغير التجارب السابقه وهو ده اللي ينفع اكمل معاه ما تبقى ليا في حياتي جه بكره جه يوم الحد جه بعد 10 سنين مبروك اهلا وسهلا وخش. بس هقول لك على حاجه الطلاق تروما طبعا والطلاق مهما كان انتم متفقين ومبسوطين وانا على فكره علاقتي كويسه جدا بيهم هما اللي ما عنديش مشاكل فاهم قصدي خالص بس الطلاق وقت يعني ربنا قال لك حتى ابغض يعني هو شعوره فبياخد وقت لغايه اما تفوق منه وبيكون الصعب ساعتها مش الحب اللي خلص وكده انت خلاص كل حاجه بتخلص وبتتفقوا حاله التعود التعود ساعتها بيكون قاتل انك بعد كده بتعود نفسك على لايف ستايل مختلف مظبوط ده بيكون متعب جدا طبعا. وبياخد طاقه غير طبيعيه وبياخد افورت وبياخد اعصاب بس يرجع تاني يخش ويغلس ورحت فين وجيت منين وعملت ايه الحياه النكد دي والله حلوه موجود والله موجود لو هو الغلاسه دي موجود سلمي لي عليه لا 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 مش دايما على فكره والله بجد؟ بس يعني بس هي يعني هي ابس اند داونز هي ابس اند داونز يعني بتحسن. عايز اقول لك على حاجه انا بنتي في السن ده النهارده بتعمل فيا كده بتعمل فيا اكتر من اللي مامي بتعمله فيا والله العظيم انت فين راجعه امتى ايه لا بس ده على حب على قلبي زي العسل قوي لكن التاني بيبقى مش عسل خالص مش عسل بس يعني اتس اوكي طيب قولي لي فكره الصداقه انت شايفه اساسا ان في حاجه اسمها صداقه ممكن تجمع ما بين راجل وست خصوصا في مجتمعاتنا جدا كمان جدا لان انا كده يعني انا مثال حي انا بنت مصريه شرقيه ومؤمنه جدا ان فعلا في صداقات كتيره جدا ما بين راجل وست معرفش ليه احنا عندنا ذعر دايما وبتناقش دايما في الموضوع ده يتمر من زمان بنتكلم فيه كتير وليه شايفينه حاجه اب نورمال مش ممكن يكون في راجل وست الا وسالسهم الشيطان مش ممكن يكون في راجل وست لا على فكره لا ثانيه واحده برضه عشان على فكره انا وانت كتير جدا طبعًا. كنا بنخرج وبنعمل وانا تامر بجد هو اخويا يعني مزبوط. ولو عندي مشكله في شغلي اجي اخد رايه طبعًا. والله العظيم لا انا برضه يعني عشان نبقى موضح ان انا مش عايز اروح للاكستريم قوي هي مش الفكره بالنسبه لي انه لازم يبقى في حاجه وحشه بينهم اللي هي ثالثهم الشيطان او في علاقه محرمه بينهم لا انا بتكلم فكره انه بعض الناس حتى بقى علماء نفس من اللي بيدرسوا الاجتماع والجندرز والاجناس يقول لك انه اي علاقه ما بين ذكر وانثى ما بتبقاش صعبه قوي بتبقى مبنيه على الصداقه ليه لانه غالبا اساسها بيبقى اعجاب البوزيتيف مع النيجاتيف اللي هي الجنس مع الجنس الاخر طبعا لازم يبقى في انجذاب فما دام في انجذاب يبقى ده الاصل مش الصداقه الاصل في حاجه ما بينهم شدتهم طب ما تخلينا نعملها بطريقه تانية ايه المشكله ما يبقى في البدايه في اتراكشن يكونوا الاثنين منجذبين لبعض وبعد كده تقلب بصداقه مش غلط ومش عيب لا عمرها ما بتبقى صداقه سكه بتبقى صداقه والله العظيم اسالني انا عارفه اللي هي بتبقى نفسي فيه بس مش لا ممكن تكونوا قربتوا لبعض بس لقيتوا ان انتوا مش نافعين كده فخلينا اكتر كصحاب ينفع بقى خلينا صحاب دي انا حصلت لي كتير بجد يعني في حد ممكن تكوني اعجبتي فيه في الاول وكان يعني شايفه من وجهه نظرك ان ده هتتطور معاه العلاقه الى علاقه وبعدين حصل ظروف فبقيتوا صحاب عاديين صحاب جدا عاديين جدا والله بجد اولا انا عايز اقول لك انا كنت في مدرسه ولاد وبنات صح وكبرت عندي صحاب ولاد وبنات وعايشه احنا في عالم منفتح فيه رجاله وستات فكره ان هو لا يا مامي ده راجل ما اقدرش ومش لا مفيش الكلام ده فانا من وانا صغيره متربيه على ان عادي جدا يكون قاعد جنبي على الديسك اللي جنبي واحد ولد وبنذاكر مع بعض فمش حاسه اللي هو بالرعب هنا الاصعب لان انا شايفه رجاله كتير جدا عندك حق قوي ان انت استخدمتي مصطلح في عند طبقات كتير مش بس المصري من الشعوب الشرقيه والعربيه كلها حاله الرعب الرعب انت دلوقتي عشان بيتربوا في مجتمع منغلق او في مدرسه ولاد بس او بنات بس صح. او مش عارف ايه اول لما تشوف راجل اللي هو على طول على فكره مصبوع. في الحاله دي اول لما هتشوف راجل هتعجب بيه لكن لو هي كبرت ومتربيه في وسط ولاد وبنات صح. مش هيبقى عندها الاحساس ده عايز اقول لك ان انا لما دخلت الجامعه زمان
كان معانا ولد انا فاكر كويس، كان جاي من محافظة كفر الشيخ اعتقد، كان جاي الجامعة هنا في القاهرة. اول يوم مش عايز اقول، كان في مدرسة بقى مغلقة بنين نموذجية مش عارف ايه، والله العظيم كان هيجيله سكتة قلبية لما شاف البنات. وانا في كليتي، انا خريج كلية ألسن، وألسن دي كان بيسموها كلية البنات اساسا. طبعا انا عارف. فكان كمية بنات وبتوع مصر الجديده والمش عارف ايه وبتاع، فحركات والوز وبتاع. ايوه مش عايز اقول لك. وانت كانوا معجبين بيك كتير يا تامر. مش واخد بالي من الكلام ده. المهم عايز اقول لك، وحياه ربنا الولد كان عنده صدمه نفسيه وعصبيه لمده سنه تقريبا، يعني اول سنه جامعه دي كان ماشي بس في الارض، ولما بنت تكلمه لا تقول له مثلا ممكن استلف منك المحاضره وبتاع، يعمل كده، ولما تيجي تلمسه كانه كهربا، لانه في عارفه كائن إيليان. إيليان. كائن فضائي بيشوفه لاول مره. طب بس هنا بقى بيكون اصعب، لان انا بكون النهارده متعوده على وجود رجاله وستات او ولاد وبنات، فالنهارده ان حد بقى يعجبني فده بيبقى صعب. صح. ليه؟ لان انا النهارده هلاقي فيه ايه مختلف، ايه اللي هيشدني عن اللي فيه طول عمري. عن كل اللي بقى ايه اللي هيشدني فيه، وات سو ديفرنت اباوت هيم يخليني اتراكتد للبني ادم ده. نصيحة. وعلى فكره مارينج او تتجوز يور بيست فريند، انا شايفه ان دي برضو حاجه ناجحه جدا، يعني دي دي من الجوازات الناجحه. ليه؟ ما خدي مني بقى النصيحه. طب ليه؟ هقول لك اهو. قول. بس دي نصيحه على الهوا، يعني تعملي لي تمثال عليها. هديك فلوس. لا تمثال. أوكي. تمثال. اوكي. اما تيجي تتجوزي اختاري اللي بيحبك مش اللي بتحبيه قوي. قالت لي كتير. بس طب هقول لك انا على حاجه تانية. اللي مهتم بيكي، اللي نفسه يرتبط بيكي، اللي هيبقى فرحان لو انت بقيتي شريكه حياته، حتى لو انت بس لو انت ما عندكش نفس الشعور ده تجاهه. بس مش طبعا مش تبقي مش طايقه خالص. لا هتبقى في استلطاف طبعا، الاكسبتنس الاولاني اللي هي القبول انه بني ادم كويس، بس لما احس انه شاريني قوي ده ما فرطش فيه. ممكن تلاقي واحد تاني انت نفسك فيه اكتر ومعجبه بيه اكتر وشايفه انه مش عارف ايه اكتر، بس هتبقى ساعتها انت اللي فرحانه بيه، مش هتنبسطي قوي في العلاقه. لا وبتبقى انت بتدي مجهود، بتطلب منك مجهود اكتر. صح. طول الوقت، وده بيكون متعب جدا. صح. بس انا بشوف، يعني انا نصيحتي دايما حتى لبناتي، سيبك من الارتباط، هو طبعا لسه بدري على الارتباط. امي كانت بتقعد تقول لي الكلام ده. انا بقول لهم اللي حتى على مستوى الصداقه، اللي تحسي انه شريكي حطيه في عينيكي. طبعا. اللي تحسي ان هو اللي شريكي حتى على مستوى الصداقه، اللي تلاقيه صاحب حتى لو انت ما بتحبيهوش قوي او مش عايزه تصاحبيه قوي او كده، بس تلاقيه مهتم بيكي وفي كل مناسبه هو اول واحد يتكلم وواقف في ظهرك في المشاكل وبيفرح لك مش عارف ايه، ده انا احطه في عيوني. طبعا. لان ده واحد شاريني وبيحبني لله والوطن، فما ينفعش استغنى عنه. فاضربي ده بقى في 100 لو في الجواز. هو انت عندك وجهه نظر برضو طبعا تحترم. جدا. بس انا هرجع واقول لك ان مش غلط برضو انك تتجوز البيست فريند بتاعك، لان بعد فتره الحب دي والحاجات بتروح. دي كلها بتروح طبيعي، احنا عايشين مع بعض، فاللي بيفضل العلاقه الحلوه. خليكوا بقى صحاب. ايوه بس تخيلي انت بتتجوزي واحد اوريدي مش موجود. لا ما في الاول بقى شويه. هتوجديها ازاي ما انتوا اصحاب بقالكم 20 سنه ولا 15 سنه ولا 10 سنين؟ فبقول لك يا ابو حسين بقى ما تيجي نتجوز بكره. طب ده بيكون بعد تفاهم، وبيكون عارفها كويس او هي عرفته. طب خليكوا اصحاب. وبيكون ايه فايده الجواز ده؟ طب وهي غلط انك تتجوز كده؟ مش غلط على فكره. انا في الجواز جزء منه اللهفه الاشتياق. ما دي مش بتفضل يا تامر. بس على الاقل اشمها. انت كمان مش عايزه تشميها؟ لا شمتها، ما انت اكيد شمتها قبل كده كتير. هي شمها واحده زي الفرن. اكيد شمتها كتير. لا استنى، بحب الشم كتير في الموضوع ده. لو اي حد دخل علينا دلوقتي من الزمن من الشم من الشم ده بيتكلموا فيه. طب انا يا ستي بحب اشم الحاجات الحلوه كتير. حلو حلو، بس صدقني عشان العلاقه تدوم تدوم. هي بصي، هي مدارس، عشان برضه ما اكدبش، واحنا الساده المشاهدين سواء ان جي هيبتوا رايها وانا بقول رايي، لا انا ولا هي فاكسين قوي يعني وبنفهم قوي، ما احنا بناخد فوق دماغنا. لكن هي مدارس، انا مدرستي انه لا، لازم يبقى كل ما تيجي فرصه، كل ما تيجي فرصه ان انا اعمل دي الشهقه بتاعت الملوخيه دي. أيوة. اعملها جدا. أيوة. طالما مش متوفره كتير. انجي مبدئي مش مهم الشهقه، بس المهم الاستابيليتي، انه خلاص صاحبي وتعرفت عليه وبقالنا 10 سنين وسافرنا مع بعض وخرجنا مع بعض وعملنا كذا، فمش هتحصل دروبس. تحصل دروبس ايه؟ تحصل شروخ في العلاقه، ومش تحصل صدمات، لانه احنا خلاص متعودين على بعض. وهيخاف عليا بقى اللي انت بقى بتقوله بقى، هيخاف عليا جدا وهيبقى باقي عليا اكتر. وهي دي عامله زي الفلات. ليه صحاب؟ انت عندك علاقه بصحابك فلات؟ لا يعني انا العلاقه الزوجيه ما ينفعش تبقى فلات، استحاله. لازم تبقى فيها على الاقل، ده احنا بنقول انها بتفضل سنه اتنين تلاته وبعد كده بتنزل.
فانت حتى عايزه تضيعي السنتين ثلاثة دول، انت قلبك ابيض. لا ساعات لو الست ذكيه، لو الست ذكيه والراجل شويه ذكي كمان، ممكن يطولوا الشهر العسل سنتين ثلاثة. طب الانفصال الكتير دلوقتي من وجهة نظر حضرتك كآدم ايه سببه؟ انا هتزعلي مني؟ لا بجد عايزه اعرف، يعني انا نفسي اعرف نصيحه للاجيال الجديده. يعني احنا النهارده نعتبر احنا جيل يعني، بصي انا مش عارف ليه الحقيقه وبيزعلوا مني ومراتي هتزعل مني عشان بنتخانق، والله بنتخانق على فكره طول الوقت. انا مش عارف اللهفه على الزواج المبكر ده سببه ايه. انا موافقك للاسف بقى، انت موافقاني بس في عائلات كتيره جدا بيعتبروا حتى دلوقتي بالنسبه للاسر طبعا القادره او الميسوره، يعني اول ما يخلص الولد او البنت الجامعه عايزين يجوزوا، كل يوم يتاخر يقول لك كده اتاخر عن الجواز. ليه يا جماعه؟ مين اللي قال ان الجواز عند سن ال 20 او سن ال 21 او سن كذا، الا اذا كان في ظرف قهري يعني. لكن بصفه عامه انا مع الزواج الناضج. الناضج يعني الولد يكون كبر بقى راجل، ما بقاش ولد، لان الولد ده لسه عايز يخرج وعايز يتفسح كتير ويكون شاف وعايز ينحرف شويه وبتاع. ما احنا عايز بنكدب طبعا. احنا بنكدب لازم ينحرف شويه ويبلطج شويه ويتمرد شويه ويسافر ويعمل مش عارف ايه وهيتغير طبعا صح. فلازم يصل الى مرحله الراجل اللي هو شاف ولف وبتاع فرسي، وعارف يعني ايه جواز، وعارف يعني ايه مسؤوليه صح، وعارف يعني ايه هو يبقى مسؤول عن ست يحفظ عرضها وشرفها وكبريائها وكرامتها وشخصيتها و ويعرف يعني ايه يبقى اب مسؤول عن لحمه هو اللي بيعمل لهم مستقبلهم ويربيهم صح. ما هو لو مش متربي صح مش هيعرف يربي صح. مظبوط. واضربي اللي انا قلته ده كوبي بيست على الست. تكون هي بقى مش تكون لفت بس تكون اشتغلت وتكون قدرت انها بالفعل تبقى ليها مكانتها صح، وتكون اكتفت بجد من شغلها وشبعت من ده ومن ده وحابه بقى دلوقتي تمارس دور الامومه، وتكون انغمست في مجتمع وتعرفت على رجاله وعيال مش اول راجل تاخده في وشها لانه هتتصدم صح. فانا الحقيقه شايف ان واحد من اهم اسباب الطلاق والانفصال الكتير قوي في مجتمعنا هو الزواج المبكر، اللي بيخلي الولد والبنت مش عارفين يعني ايه زواج اساسا. بيفهموا فاهمين انها رحله. خد بالك كمان المقاييس اختلفت. البنت دلوقتي خصوصا لما تكون بقى بنت كده كده اللي هو ايه هاي لايف يعني لا ما بتدبسش ما تقلقش بنت هاي لايف، فتيجي تقول لك انا دلوقتي مين فتى احلامك؟ زمان فتى احلامك كان مش عارف ايه وايه 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 وايه، مش مهم الشكل حتى رشدي اباظه وبتاع، بتقول لك لازم راجل ويكون مسؤول عني ويحميني ويبقى مش عارف ايه. دلوقتي تقول لك لازم يبقى روش ولازم يفسحني ويخرجني ومش عارف ايه، ولازم يكون بيعرف يرقص عشان لما نخرج نسهر مش عارف ايه بيرقص كويس، ولازم يكون عنده عدد ما لا يقل من 4 تاتو وانت شارين في مش عارف ايه، ويا سلام لو ويا سلام لو عربيه كابورليه كده تبقى فله. بس كلهم كده؟ ما انا بقول لك غالبيه نسبه كبيره. والعكس الراجل بقى وهو بيدور، او الولد يعني وهو بيدور دلوقتي على البنت، ما يدورش بقى على ست البيت، ما يدورش على الست اللي ممكن تبقى هتبقى ام لاولاده، يدور على ولا بيدور على فكره. عايز اقول لك على حاجه، ولا بيدور على الست الدماغ اللي خالص بتفكر، هو عايز ست شعله، عايز ست مهتمه جدا بشكلها يمشي بيها على الريد كاربت. أيوه. او يقعد بيها في المناسبات. حلوه وروشه وفانكي وشعر كيرلي. أيوه. وبتلبس مش عارف ايه عشان لما يعلقها في دراعه ويخرج. للاسف المقاييس الغلط هو مش عايزه توجع له دماغه، فعايزه تبقى مركزه في الحته صح. فدي مقاييس لازم تفجر اي بيت، لان الاثنين داخلين في مشروع هم مش فاهمين عقد المشروع ولا ابعاد المشروع. انا النهارده بضم صوتي لصوت ادم استاذ تامر امين سلام. ان انا كمان شايفه ان الجواز فعلا المفروض يكون ما بعد يعني من اول الثلاثين، قبل كده سيبوهم شويه يجربوا، الراجل يجرب والست تجرب يعني. لا والله ال 30 27 انا مش عارفه يعني. وانا عندي بنت، لان انت اكيد طبعا بتكون خايف على اولادك ومش عايزهم يتعرضوا لاي حاجه، فعشان كده بتقول اجوزهم اطمن عليهم، ولاد او بنات على فكره. مظبوط. لا بس انا هنزل معاكي سنه بالليمت يعني مش 30 يعني، خصوصا البنات. بنات 30 كتير شويه يعني، البنات ستارتنج من 25 حلو قوي، والرجاله ستارتنج من 27 28 وانت طالعه يعني. ما تبقاش 30 يعني، خد بالك كلمه 30 بتخض. ليه؟ قوليها 29 وانا مش شارك. اوكي يعني اي حاجه و20 تمشي. طب ليه كلمه 30؟ احنا ليه بنخاف من الارقام وليه بنخاف من العمر؟ انا عايز اعرف ايه العقده اللي طلعت دلوقتي فجاه. هقول لك حاجه، هقول لك حاجه انا جربتها. انا اتخطفت بدري. انت اتخطفت بدري قوي. اتخطفت بدري قوي. انت اتخطفت بدري وخطفت بدري صح. فالخطفه اللي انا اتخطفتها دي ولحد دلوقتي لسه ما فقتش منها ليها ميزه واحده بس. ايه هي؟ بناتك بتشوفهم بيكبروا قدامك. بالظبط. انه انا بناتي دلوقتي صحابي. الناس يمكن اللي بتقلق من الجواز المتاخر ان هو يتجوز 35 او 40 سنه مش هيلحق يشوف، فهيخلف بعد 3 4 سنين، فهيبقى هو عنده 60 سنه وابنه عنده 10 سنين. فهيبقى الجابه كبيره. هو هيعتبر في سن جده مش بابا. لكن انا دلوقتي عندي 47 سنه
وبنتي عندها 20 سنه حتى بتكون شويه متفهم التطورات اللي قريبين شويه من بعض وشايفين بناتي وشايف بناتي بيكبروا قدامي وبقونا اصحاب، ما بقتش بابا وبنات دلوقتي، بقينا انا اخوهم الكبير او صاحبهم الكبير. فدي ميزه في ناس كتير بتحبها، بس لما تبقى جاهز ليها. بدل ما البنات دول يتشردوا ويبقوا ما بين اب وام منفصلين طبعا، ويا سلام بقى كمان لو انت الحمد لله انت مع ازواجك السابقين في علاقه احترام وود واتصال وبتاع، لا في بقى سب ملل ما بين الناس. لا ما ده عيب، ده انا ارجع تاني لاول الحلقه بقول لك الاحترام صح. لازم نرجع مره تانية نحترم بعض، لازم نختلف بس نحترم بعض صح. يبقى في شويه اخلاق واحترام. انا بتخض النهارده من الكومنتس اللي كلها شتايم، والناس اللي بتقعد تشتم، والناس اللي بتقعد تعمل. انا بقيت اقول لهم على فكره انتوا شبه اللي بتكتبوه. برافو اي علي. حد بيشتم شبه اللي هو بيكتبه. برافو علي. انا ما بردش على حد، انا بقول له بص في اللي انت كاتبه ده مرايتك، ده انت مرايتك. ده انت، ده انت صح. بتشتم بتسب بتلعن بتاع ايه، بص دي مرايتك صح صح. طيب انا وقتي خلص. لا بتهزر. اه والله بتضايق قوي. لا بجد بتضايق. 5 يوم ايه ده على طول كده؟ يا خساره. بس خلينا نطلع بمصلحه من الحوار ده. مصلحه ما بلاش. لا لا ده مصلحه عشان صح. تشكريني اسمعيني بجد والله. على السلامه. طب قول. انا خايفه من مصلحتك. انت برج ايه؟ الحمل. الحمل. ليه؟ طيب الكاميرا بقى على الاستاذه الحمل. طيب حمل عذراء هيفاء وجداء. انا بقول لكم اللي في عينيه نظر ما يسيبهاش ليوم الحد. تامر امين بيخطب لي على الهوا. اللي في عينيه نظر ما يسيبهاش مش ليوم الحد اللي جاي، يعني يوم الحد اللي جاي اسمع الخطوبه. ليه 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 كده؟ عشان انت امرايا والله تستاهلي احلى حاجه في الدنيا. وانا اللي انا بعمله ده اللي هيجي ده انا بهديه هديه يا حبيبي يا تامر. لا 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 انا مبسوطه كده والله العظيم مبسوطه. لا لا كلهم بيقولوا كده بجد والله والله العظيم. لحد ما ترن ترن لازم احب. لا لا لازم احب. انا عندي هتحبي. مشكله لازم الواحد يحب قوي. الحب النهارده ما بقاش سهل. الحب صح. النهارده بقى صعب قوي بس قوي قوي. والله حبي اللي يحبك ده حقيقي. حبي اللي يحبك هتسعدي. لو حبيتي او ارتبطتي باللي انت بتحبيه هتتعبي. تامر انا بحبك انت جدا حبيبتي، وبجد اللقاء ده انا مبسوطه بيه قوي 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 قوي. كان نفسي وقت البرنامج يطول اكتر بجد. انت هتوعديني انها هتتكرر. هنتكرر تاني وبعدين خلينا بقى نشوف بعض بعيد عن الكاميرات والعدسات والحبشتكنات. لا 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 ارجوك اشوف تامر امين لوحده 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 حبيبي. ربنا يخليك. وانا وكل الناس بتحبك. ثانك يو. واوعي تتغيري، خليكي طول الوقت البوزيتيف انرجي، الطاقه اللي بتسعد الناس كلها حواليك. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. نورتيني يا حبيبتي. تصبحوا على الف خير. اشوفكم يوم الاثنين اللي جاي.